انا محمد فوزي من قريه الابعاديه مركز انهار بحيره. بنشتغل في الحرفه ديت من زمان يعني، ورثها وراثها عن ابنا ابا عن جد. طبعا كان في الثمانينات والتسعينات كانت الحصر البلاستيك نزلت عليها على الحصر البلدي، فعملت لها عمليه اندثار او موت فعلي يعني. فانا عمال بنفكر انا معايا صنعه عايز استغلها، طب استغلها في ايه، طب اعمل ايه، طب المهم فجتني فكره ان انا نعملها معلقات. ومن هنا جه التحديث يعني بمساعده اصدقاء وحاجات من دي، والاسر المنتجه في دمنهور كمان ساعدوني ان احنا كانوا بياخدوا مني شغل بس بعد 10 سنين من الانتاج. يعني انا بدات في 99 2009 عرضت اول لوحه في الاسر المنتجه في دمنهور، الناس ساعدوني وصلوني القاهره. فلما وصلت القاهره يعني بدات تخش كل المعارض، وتقريبا الاسر المنتجه ممكن على الاستحياء ياخدوا مني لوحه ولا لوحتين حاليا. موضوع توريث المهنه للابناء دي الموضوع بيخضع للابن نفسه، لان في الموضوع حاليا بتخضع الماديات، بتطغى على موضوع التعليم. لان انت دلوقتي بتجيب اي عيل، تعالى يا حبيبي نعلمك هتديني كام، فبيبقى اللفظ كده يعني مزعج. فعموما يعني انا عندي عبد الرحمن بيشتغل بيساعدني في بعض الشغل، عندي ياسين برضو بيساعدني في بعض الشغل. انا بدي دورات في الصعيد، اللي عايز يتعلم علمه في اي مكان يعني مفيش مشكله، بس المشكله اللي عنده قابليه انه يتعلم، لان الموضوع مش سهل، تعليمها مش سهل. فهو هو يجب على الدوله اتخاذ قرار في الموضوع دوت، انها تتدرس في مدارس، يا حتى يعملوا على الاقل مدارس تجريبيه. ولما تدرس في المدارس هتبقى الموضوع هيتحسن، هتبقى اجباري، وانت من الاجباري ده على الطلبه زي ما بياخدوا مجال زراعي مجال صناعي، انت ممكن تطلع من كفاءات من العيال. المنتج الشغل بتاعي بيعتبر ايه؟ انت مدى تفكيرك بيروح لفين؟ يعني مثلا انت مدى انت عايز ايه؟ عايز تحط جلد فيه؟ بتحط جلد، عايز تحط نحاس بتحط حسب تفكيرك انت ومدى توعيه الماده اللي انت اشتغلها معاك. يعني هي بتخضع للشخص نفسه. الشخص ده تفكيره بيروح لفين؟ كل ما تفتح في المجال بتفتح، وما تجرب ما تغلط، وانت كل ما تجرب وتغلط اكتر كل ما تتعلم احسن. وهي كصنعه، هي كصنعه او كفن حاجه محترمه وراقيه، بس المشكله برضو معرفه الناس. لان موضوع اصل الناس حتى في المعارض بتيجي بتقول لي ما هي حصيره يا حبيبي، ما هي كانت حصيره، بس في فرق بين حصيره للفرشه وفرق بين حصيره انها تبقى معلقه، في فرق بين حصيره مرسوم مكتوب عليها لفظ الجلاله معمول بخط كويس كلوحه، وفي فرق بين ان هي انت بتكتب قران بالتشكيل، في فرق بين انك ترسم صوره ترسم منظر طبيعي. فهي كل الموضوع بيخضع لتفكير الفنان نفسه والمتلقي. لانك انت لو انت بتعمل فن ومحدش بياخده محدش، خلاص الموضوع بتاعه مات. يعني انت تعمل فن يجذب الناس له. الحصير كحصير كانت عده النون بتاع الحصير كان ارضي، هو مازال ارضي، بس في ارضي بيبقى ثابت في مكانه ده مكان الشغل، وفي ارضي متحرك. انا ممكن نعمل نول، انا بسميه النول المحمول، انا بحركه من هنا لهنا لهنا في اي مكان. يعني ممكن نطلع على السطح نشتغل مفيش مشكله، ممكن نطلع بره نشتغل في اي مكان، ده نول محمول. النول انا عملته بحيث ان هو يبقى ايه، حاجه صغيره مثل متر في متر ونص، متر ونص في مترين الا ربع كده، حاجه مساحه خفيفه صغيره. وانا عندي نول كمان 60 سم في 80 سم صغير بنروح بيه معارض. الماده الاساسيه ان انا بدل ما كانت السدوه او السدة بخيط كتان زمان، حاليا احنا مطوروا شويه ان بقت لوحه، فانا بنحط فيه قطن. القطن ده بتاع ايه؟ بتاع السجاد اليدوي. اتنين انا عندي السمر، الماده الخام، الماده بتاعت الشغل الاساسيه السمر، بيجي من على الترع، كان بينزرع زمان في الفلاحين كانوا بيزرعوه بيجيبوا عشان يفرشوا، المساجد في مصر كلها كانت مفروشه. فدلوقتي انت بتطور في الايه؟ في المنتج، بتخليه لوحه. لما خليته لوحه عايز مواصفات خاصه، المواصفات الخاصه ديت انك انت بعد ما كان كتان بقى قطن، بعد ما كان سمر مسبوغ لا خليته صوف بالوانه، خليته نحاس، خليته جلد طبيعي بالوانه برضو الجلد الطبيعي. يعني انت بتتحكم برضو على اساس ايه؟ برضو انت بتدي بتعدد الخيارات للايه؟ للمتلقي او الزبون. عمليه اللوحه تاخد كام ديت؟ اقل لوحه عندي مش اقل من 4-5 ايام قابله انها زياده حسب المجهود المحطوط في اللوحه. يعني مثلا مش هنكتب لفظ الجلاله مثلا خط كوف يعني 4 ايام 5 ايام، لان انا مش هنقول انا لو انا فاضل الاربع ايام وخمس ايام وما عنديش شغل وما عنديش اي حاجه برضه هم الاربع خمس ايام، لان انا هنشتغل اقصاها شغلي وتركيزي واندماجي في اللوحه ساعتين. الساعتين دول هتنتج فيهم كام؟
هم انا عندي 60 سنتي اللوحه 60 سنتي، الساعتين دول مش يعني ممكن يطلع 15 سنتي 12 سنتي 13 سنتي مش اكتر من كده، بعد كده بتهنج خلاص، لان صوابعك لان السده بتاع السده نفسه ضيق، مسافته ضيقه، فانت بايديك بتهنج نفسك، ايديك هي بتوجف. طيب انا دلوقتي هنحط هنعمل لوحه كصفحه قران بالتشكيل، لما نيجي نشكل صفحه القران حضرتك شفت انا بنعمل السطر الاولاني في التشكيل خدت فيه قد ايه مجهود، ونشتغل عود لا مش مظبوط، نشتغل كمان عود لا مش مظبوط، انا اشتغل كمان خمس ست اعداد على ما بقيت الموضوع ده بياخد له مثلا نص ساعه في تنسيق، في تنسيق عود واحد البدايه. انت هتشتغل ازاي عشان تظبط المسافات بتاعتك، لان احنا قلنا في شغل بيجي بالعد على اساس مسافات متساويه، وفي شغل بيجي ارتجالي. الشغل الارتجالي ده انت بتمشي تتحرك زي انت عايز، معاك حريه حركه، انما اللي بالعد لازم يبقى بالعد، مش مظبوط هتفكه، مش مظبوط هتفكه مره 2 3 10 لحد ما يظبط.